لو سهلا مبارك عليكم الشهر رمضان كريم عليك وعلى المشاهدين جميعا. اهلا وسهلا. اول شيء قبل ما نفوت بالحوار نعرفك على شيف عبد الرحمن. اهلا وسهلا شيف عبد الرحمن. كان عنده مهمه بس غيرنا له اياها عشان خاطرك. ليش؟ كان المفروض يقطع فواكه، شلنا الفواكه من الاستوديو كله، بطل فيه فواكه اليوم. هذه اصعب مهمه لانه لو سواها ما راح تشوفوني موجوده اليوم. في جهه والفواكه في جهه. فشيف عبد الرحمن حيحضرنا اليوم، مسوي لك بانكيك. اوكي. وجبه سحور هيك خفيفه لطيفه سهل نورجيك كيف بكل سهوله ممكن نعملها في البيت. اوكي. ايش المطلوب؟ تفضل. المطلوب تعرف تفصل الصفار عن البياض؟ اسهل شيء. البيض افصلي. هذه اصعب مهمه. لا لا هذا اسهل شيء. افصلها، اسمع افصلها وبعدين رجعها مره ثانيه. وحطها في البيضه وارجع سكر عليها من اول. ما شاء الله هذا ساحر مو طباخ. يلا شد حيلك. يلا أميرة أهلا وسهلا. أهلا أهلا. يا هلا بأهل البحرين. سهلا. أنت من البحرين؟ من البحرين. ولكن نعم. عايشة في البحرين ولا في الرياض؟ الاثنين يعني الاثنين. أساساً شوف إحنا ما في فرق، إحنا الخليج كلنا خليج واحد. أكيد أكيد. فكل الدول ين بعض يعني كلها ساعة تكون أنت في أي دولة تبيها. أنا بحرينية بس مؤخراً صرت يعني مستقرة بين البحرين وبين السعودية تحديداً الرياض. السبب؟ سبب شغلي أكيد. السبب الشغل. نعم. كيف شايف الرياض؟ الرياض الحين الحديثة والجميلة. والله الرياض حلوة صار. دائما أقول لهم كثر ما نتخيل الأشياء اللي شفناها خلال هالكم شهر يعني كثر ما تتخيلوا الناس اللي جو الرياض لما يشوفون شيء آخر اللي يشوفونه سواء في السوشيال ميديا أو في التلفزيون بس على الواقع شيء آخر تماما. حلو حلو.